نرحبوا بضيوفنا الكرام ونرحبوا بإطاراتنا ونرحبوا بالخبراء تاع القطاع بجميع أصنافهم، خبراء قطاع الزراعة والفلاحة، خبراء قطاع الصيد البحري الموارد المائية، خبراء قطاع الغابات والتنمية الريفية. ونرحبوا بالإطارات القطاع منذ الاستقلال، ارتأينا اليوم في هذا اليوم المبارك اللي جاء صدفة يوم علم، وارتأينا باش نتلاقاو مع العاملين بالعلم، وارتأينا باش يشاركنا من مؤسسين القطاع ومن المهندسين جزائر الاستقلال، مهندسين 62 63، ونتشرفوا بحضور السيد احمد كاوا اللي هو غني على التعريف، وكان من المؤسسين من نواة المؤسسين الإدارة المستقلة في القطاع، وخاصة قطاع السهوب والغابات يعرفوه. واليوم راه معنا المحافظ الحالي للغابات اللي راح يكون له اتصال مع أقدم مؤسس لهذه المؤسسة العريقة اللي عندها بعد استراتيجي. ارتأينا باش يكون معنا سي أحمد سي عمر عبد اللطيف عن طريق ممثليه اللي هو إن شاء الله ربي يشافيه، شكرا، واللي نتمنوا له بالشفاء والصحة والهناء. سي عمر عبد اللطيف من المكونين الأوائل، باك مات قبل الثورة، باش تعرفوا القدرات اللي يتميزوا بها الجزائريين خاصة في الظروف الصعبة، من مؤسسين الإدارة المركزية خاصة في قطاع اللحوم لوناب. معنا ممثل مرحوم بن زازا، ومن حسن الصدف يوم الصباح ابن بن زازا في مهمة في الجزائر، وهو أصلا يكون في مستغانم، يعني هذا يوم مبارك. بن زازا اللي ما يعرفوش التحق بصفوف جيش التحرير في 59 من المدرسة العليا الفلاحة، وعاد في 62 إلى المدرسة واستكمل سنته، وأصبح من أوائل مهندسين الدولة ومن الثوار الجزائريين، وهو برتبة عقيد ضابط يوتنا دولايلن سي لاغرونوم ريفوليسيونير. معنا نظن ممثل سي عيسى عبد اللاوي من مؤسسين الإدارة، مؤسسين قطاع الغابات، وكانت عنده مسؤولية كبيرة في الإطارات. هذا كلقاء رمزي باش ما نساوش تاريخنا منين جينا، من جينا كإدارة كقدرات علمية وتقنية. معنا زملائنا اللي فارقونا اللي نترحموا عليهم، زميلتنا الأخت بن جدة اللي كانت لنا الفرصة اشتغلنا معها، وبن جدة امرأة من الطراز الخاص. أنا يوم العزاء لما عرفت العائلة تاعها شحال متكونة من الأولاد، تعرف يعني القيمة والحجم تاع هذه المرأة والمسؤوليات البالغة اللي كانت تمارسها في الوزارة، وما شاء الله عليها خلات شابات وشباب أحسن تكوين وأحسن تربية. الزميلة الأخرى اللي افتقدناها جميلة عاشوري واللي تقاسمت معنا في المدرسة، كانت زميلتنا في المدرسة وكانت إطارة من الإطارات اللي ساهمت في تنمية القطاع. اللي فارقناه ثانيك سي حسين تالي اللي كان مستشار وزير الفلاحة بأخلاق وتربية وعلم وكفاءة. وارتأينا بالمناسبة باش يكون معنا الإطارات اللي استفادوا ولا تحولوا على المعاش الإداري
وليس المعاش الفكري. يعني حاولنا نشوفه كرمز يعني اللي غادروا مؤخرا، باسكو لو كان نحبوا نهبطوا الجميع اللي شاركوا القاعة هذه ما تكفيش. جبنا يعني كرمز إطارات اللي غادرونا، خاصة من المؤسسات، مؤسسات التأطير التقني، المؤسسات نتاع المعهد البحث العلمي اللي نرى اللي أنا راف لي تي سي مي لي تي جي سي لينفا لي جو بونس لينسيد سي حبيلة ما نعرف لاجا جو فوا سي منديل جو فوا سي زغوان سي اي تعمر جو فوا الجميع هنا حاضرين اللي عرفتهم وكانت لي الفرصه اشتغلنا سويا لان راف وشي. وهذا كرمز اليوم اول لقاء مع اطارات القطاع، اطارات القطاع اللي يشتغلوا في قطاع التأطير العلمي والتقني على ثلاث محاور الأساسية: قطاع الزراعي، الصيد البحري والغابي. وكما قلت صادفت يوم العلم، وأنا نظن القطاع الفلاحة ما يقدرلوش يحقق الأهداف ويرفع التحدي لو كان ما يستعملش العلم والذكاء، وثانيا لو كان ما يتهلاش في أهل العلم وأهل الذكاء من إطارات وتقنيين والمؤسسات تاعهم. الإشكالية تاعنا في الجزائر تعرفوها هي إشكالية تحدي تاع الأمن الغذائي. اليوم الأمن الغذائي أكثر من أي وقت عنده تحدي كبير في الظروف الراهنة اللي تعرفوها، في الظروف الجيوسياسية، في الظروف المناخية، في التغيرات المناخية، في الظروف نتاع الجفاف، في ظروف عدة اللي التحدي يزيد يكون أكثر فأكثر ويطلب منا أكثر تجنيد وأكثر تعبئة. اليوم ارتأينا باش تكون لقاء أولي باش نطرح بعض الإشكاليات، باش نتسألوا على أحسن الطرق وأنجع السبل باش على أقل وش عندنا في دينا نحينوه ونثمنوه ونكابيتاليز ونفالوريز. هنا ديزاكي ما جيناش من العدم، كاين ناس اشتغلت، كاين ناس بذلت جهود، كاين إجراءات حتى في الصعيد تاع التنمية الريفية وين الجزائر كانت في الريادة على مستوى العالمي. وانتم ما تعرفوا كلكم قضية التنمية الريفية والبعد الاستراتيجي والسياسي تاع الفضاء الريفي كانت فيه تجارب خاضوها مسؤولين قبلنا وإطارات في المشاريع باش يمدوا الأجوبة للساكنة في الريف، أجوبة اقتصادية، أجوبة اجتماعية، من بناء ريفي، من حل المسالك، من إعطاء شروط المعيشة. ولكن ظروف قاسية جاز عليها الريف وتعرفوها في التسعينات وكنا وحدنا لما العالم كان ما يعرفش قضية الإرهاب، وممكن كان فيه تدعيم من الناس اللي فطنت من بعد مور 11 طنبا. ولكن في ذيك الفترة الدولة بجنودها بإطارتها بأعوانها ما بقاتش مكتوفة الأيدي، وكانت فيه تدخلات أنا اعتبرتها في بعض يعني كانت لنا الفرصة شاركنا في بعض الملتقيات الدولية وين تعتبر la question de développement rural comme c'est une innovation de l'expérience algérienne. La question du barrage vert c'est une innovation mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées depuis 62 à ce jour. Beaucoup d'efforts ont été consentis, beaucoup d'investissements de l'État, beaucoup de réalisations, et je dirais même beaucoup de formations. Depuis 62 à ce jour, l'Algérie a formé beaucoup de cadres, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, beaucoup d'agents techniques, beaucoup de docteurs vétérinaires. Masha'Allah. Le question qui m'a trouvé aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire le sillage, l'anja,
باش نفعلوا هذه الطاقات وهذه المكتسبات؟ هل نبقى ونمشوا بنفس الطريقة؟ هل نبقى كونداني بلي ستاتيو هذو تاعنا الإداريين لي زو بي ا؟ اسكو قادر علينا باش نعيشوا بهذا القوانين؟ هل مش ممكن نصحوا، مش ممكن نغيروا في الأوضاع باش ندخلوا في المعادلة تاع التنمية الريفية وتاع الأمن الغذائي؟ هل مش ممكن إعادة النظر في تسيير الأراضي؟ هل مش ممكن إعادة النظر في الاقتصاد تاع المياه اللي رانا نبذروا فيها؟ هل مش ممكن باش نتحكموا في أنظمة الإنتاج وفي تطويرها؟ هل مش ممكن نتحكموا في أنظمة التوزيع والضبط؟ هل مش ممكن باش نتحكموا في آليات الجودة عن طريق الصحة النباتية والحيوانية؟ هل مش ممكن نفعلوا المكتسبات الجينية اللي عندنا والثروات البيولوجية اللي عندنا من سيمونس جينيتور اي بلان كي سونت على باز؟ هل مش ممكن إعادة النظر في التنظيم تاعنا، التنظيم الإداري والتنظيم تاع المؤسسات؟ هل 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 مش ممكن قطاعنا بثرواته بمكتسباته ما يقدرش يشارك بصفة فعالة في التنويع الاقتصادي، في خلق الثروة، في خلق مناصب الشغل؟ واليوم نتكلم على تنويع الصادرات. هل من المواد اللي عندنا، المواد المبطنة هذه ولا الموطنة لي برودوي تيروار، اسكو عطانا ربي، اسكو اون بو با فالوريزي تو سا؟ اسكو اون بو با اكسبلواتي الشريط البحري تاعنا بصفة فعالة وبصفة مستدامة؟ هل مش ممكن نفعلوا الغابة هذه نشوفوا فيها بطريقة أخرى، مش غير محافظة على الغابة؟ هل ماهيش مصدر ثروة، ماهيش مصدر شغل خاصة للساكنة تاع الريف؟ هل من الصحراء تاعنا ما قدوش نستغلوها بالذكاء تاعنا؟ ما هذا لا بريمير اللي عطاها لنا ربي، لو كليما اللي عطاها لنا ربي، هذا لو بوتونسيال اللي عطاها لنا ربي؟ دونك هذه مجموعة من الإشكاليات أنا نطرحها. أنا اليوم ما عنديش أجوبة يعني حاضرة، الأجوبة تكون مع بعضنا، عندنا تصور، عندنا رؤية اللي قادرين نشاركوا فيها وقادرين نمشوا فيها، على الأقل نحطوا الأساس تاعها ويكون عندنا طموح. عندنا طموح 2035، عندنا تصور 2035 اللي هنايا كان فيه دراسته مع الخبراء مع الإطارات، وفيه تصور اللي ممكن يزيد يتحين ويزيد يتحدد أكثر. عندنا رؤية 2050، ولكن عندنا برمجة خماسية نقدر نفعلوها بطريقة أخرى. ما عندناش صور ولا سياق محددة مسبقا، عندنا سياسات نقوم بها اللي مربوطة بزوج أسس. الأساس الأول اللي هضرت عليه هو أساس الفعالية، الأساس الثاني هو أساس المساواة وعدم الإقصاء. Deux principes fondamentaux de toute politique agricole ou alimentaire, c'est l'efficacité et l'équité. Le cas de ces deux principes, on ira beaucoup loin dans tous les domaines. Donc, maintenant, on a une cérémonie de remise de ces, cette reconnaissance, je dirais, hein, cette reconnaissance, c'est un atiraf symbolique. Mais tu dois beaucoup de choses galier. ولكن انا نحب لا ريكونيسونس و جو مي مي على بلاص دان كادر ولا كاكا كي لي بارتي على ريتريت ولا توفى ربي يرحمه، كي ما ينساوش الناس الجميل تاعو وما ينساوش الجهود اللي قام بها، ويعترفوا له غير يعترفوا له بصفه رمزيه وبصفه ادبيه، سي ريكونيسونس مورال، يعترفوا له بالجميل هذا. انا نظن هذه احسن حاجه اللي يعني تكون الكورون لا في بروفيسيونيل دو نيمبورت كيل كادر دو نيمبورت كيل ميم ان اجون ادمنستراتيف، موظف اي كان، ولا فلاح ولا مربي ولا صياد ولا مهني، اي مهني كان. الاعتراف جميل وهذه الاخلاق مليحه، سيت براتيك الي بان، يفو كوني سيت براتيك دو ريكونيسونس، حتى وتكون فيه حساسيات، حتى ما قدوش نتفاهموا في امورات،
وماشي لازم نتفاهموا باش كل واحد عقليته، مع الاقل عندنا ان فاكتور كومان، عندنا امور اللي نتشاركوا فيها، امور هو بناء صرح هذا القطاع، بناء صرح التنميه، بناء صرح الامن الغذائي. انا نظن فيه سيريموني درميز، نروحوا نديروا لا سيريموني وفيها مأدوبه خفيفه لهيه بور يعني فيتي هذا لا سيمبوليك، ومن بعد نعاودوا نولوا et on ouvrira un débat à l'aise entre nous et on va essayer de poser quelques questions sur les instituts. Aujourd'hui, je suis venu pour parler avec l'encadrement, avec le statut Taham, le cadre quotidien Taham, le fonctionnement Taham, avec les statuts de ces instituts, avec l'INRA, avec l'INRF, avec CNRDPA, tout le potentiel Hada. La question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas mobiliser tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas optimiser? Est-ce qu'on ne peut pas construire des synergies avec les autres? Les autres, c'est les autres secteurs. Les autres, c'est les professionnels. Les autres, c'est la coopération internationale. Est-ce qu'on ne peut pas mobiliser tous ces instruments d'une manière optimale et intelligente? De monsieur le contrôleur financier.